أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأزكى الأنام، محمد المصطفى وعلي المرتضى وآلهما الأطهار النجبا. اللهم صل على محمد. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، واجعلنا من شيعتها وناصريها. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أيامنا وأيامكم بميلاد إمامنا الإمام محمد الجواد محمد بن علي الرضا صلوات الله وسلامه عليهما وآلهما. نسأل الله عز وجل أن يعيد علينا هذه المناسبة بظهور إمامنا الحجة ابن الحسن المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه، على أن نكون بإذنه تعالى من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. خير بداية لمولد مبارك ذكر الصلاة على محمد وآل محمد. ولد الهدى أنف الكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء. ولد الحبيب وخده متورد، والنور من وجناته يتوقد. ولد الحبيب ومثله لا يولد. ولد الهدى للعالمين محمد. ماذا أقول بشأنه وجلاله؟ وهو الذي بلغ العلا بكماله، والله أقصى ما في الكتاب بحسنه. والشمس إذ كشف الدجى بجماله، ولوصفه الخلق العظيم. ولم يكن عجبا فقد حسنت جميع خصاله، ولأجله لولاك عنوان العلا فتبينوا يا سامعي أحوالي، ولتسألوا المولى الجليل بجاهي. ولتسألوا المولى الجليل بجاهه. وعلى المدى صلوا عليه وآله. صبح الهدى ملأ الوجود سرورا، لما بدا وجه الحبيب منيرا. أطلعت يا شهر رجب قمرا، يفوق مع الكمال بدورا. صلوات.
ولد الإمام فيا حناجر غردي شعرا يمجد من مقام المولد فرحت بمولده ملائكة السماء فرحت بمولده ملائكة السماء صلوا على خير الأنام محمد قلبي بكم يا آل طه مولع دون اختياري إن ذكرتم أخشع غذتني أمي بحبكم وأبي الذي غذتني أمي بحبكم وأبي الذي في فضل شأنكم يقول ويسمع عيناي أبصرت الوجود بحبكم عيناي أبصرت الوجود بحبكم حاشا لغير هواكم وتطلعوا أوليس جدكم النبي محمد أوليس جدكم النبي محمد من باسمه الصلوات ترفع الله شمسان في أفق السماء تجلتا شمسان في أفق السماء تجلتا شمس السماء وشمس مولانا علي أفلت وراء الأفق شمسنا لكن شمس المرتضى لم تأفني صلوات كل عام وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.